من خلال قناة الكارما ومن خلال أيضا موقع الكنيسة. خلينا نقف مع بعضينا ونيجي قدام الرب النهاردة ونشعر بهذا الامتياز اللي بنمتاز به أحبائي عن أهل العالم، إن إحنا نيجي في بيت الرب في يوم الرب. خلينا نقرأ عددين بس من مزمور 7، المزمور 7، العدد الأول والعدد الأخير. خلينا نردد المزمور الآيتين دول مع بعضينا. يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني. أحمد الرب حسب بره وأرنم لاسم الرب العلي. يا ريت مرة تاني العددين دول نرددهم مع بعضينا. يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني. أحمد الرب حسب بره وأرنم لاسم الرب العلي. تعالوا نسكن قلوبنا قدام الرب، قلوا احنا جايين النهاردة يا رب قدامك، بنشعر بضعف، نشعر بعدم قوة، ولكن القوة منك أنت، تجدد قوانا وتقدد أذهاننا في هذا الوقت. قل يا رب احنا جايين ومنتظرينك أنت، منتظرينك أنت رئيس الإيمان مكمله يسوع، ناظرين زي ما كان بيصلي أخونا دلوقتي، ناظرين إلى رئيس الإيمان مكمله يسوع. النظرة لي هو وحده هي اللي تدارينا وتخفي عيوبنا وتخفي نقصاتنا وتخفي كل شيء منا. نظهر إحنا في شخص الرب يسوع المسيح قدام الآب، ونظهر بلا عيب وبلا لوم. ده اللي عايز يشوفه الرب فينا النهاردة. فقال له إحنا جايين يا رب منتظرينك، منتظرين نسمع صوتك، نظرين نقدم، ومنتظرين يا رب نقدم لك ذبائح تسبيح، ذبائح شكر، لأنك وحدك تستحق، لأن لك الإكرام، لك السجود، لك العظمة، لك كل شيء، لأنك ذبحت واشتريتنا من كل أمة وقبيلة وجعلتنا ملوكا وكهنة لله أبيك. لك كل الشكر ولكل الحمد. صلي في قلبك، تعالى قول يا رب أنا جاي النهاردة أرنم ليك، أحمدك لأنك تستحق وحدك كل الحمد كل الشكر. آمين آمين. خلينا نقدم ذبائح تسبيحنا للرب النهاردة. نشكر رب لأجل وجود أخونا ناصر معانا. الرب يباركه ويستخدمه. سلام المسيح. أحمد الرب حسب بره وأرنم لاسم الرب العلي. مبارك اسمك، مبارك اسمك. أرفع الرب
سمعت لي وأهتف 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 مجدا لمخلصي أرفع الرب حسب عدلي وأهتف مجدا لمخلصي أرفع الرب حسب عدلي وأهتف مجدا لمخلصي أحمد الرب حسب بره أحمد الرب أحمد الرب أحمد الرب حسب بره وأرنم 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 لاسم الرب العالي أحمد الرب حسب بره وأرنم باسم الرب العلي أحمد الرب حسب بره وأرنم باسم الرب أرفعك يا إلهي أرفعك أرفع الرب أرفع الرب أرفع الرب حسب عدله وأهتف 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 مجدا لمخلصي أرفع الرب حسب عدله وأهتف مجدا لمخلصي أرفع الرب حسب عدله وأهتف مجدا لمخلصي أبارك اسمك يا سيد حسب عدلك حسب رأفتك حسب رحمتك ما في شيء منجيبه من عنا أنت مبادر بكل الصفات الحميدة لما أجي أسبح أمام جلالك أنا بس بذكر أنا يدوب بس بعدد بعدد وبذكر مراحمك لكن أنت من صنعت الكل وأنت من أحسنت صنع الكل أباركك يا من مطلق الصفات فيك أحمدك أباركك أرفعك كم أنت عظيم عظيم يا إلهي عظيم يا سيدي أحبائي تعالوا نقول قل له شو بدك تقول له وأنت بتسبح معي وأنت بترنم صحيح المزمور لحنه جديد لكن الكلام مش جديد وأنت قل له مش عشان تعرفه أو تعرف إن أنت عشان تعلن لنفسك أنا أعلن لنفسي أن من أعبده عالي وعظيم بدي إياه في حياتي يكون أعلى بدي إياه أرفع منزلي في حياتي يرى أكثر علي لأنه إله عظيم 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 يا الله أنت عظيم 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 يا الله عظيم عظيم يا الله عظيم في محبتك عظيم في أمانتك عظيم تحريرك عظيم أيضا في شفائك
أيضا في شفائك. أنت عظيم، أنت عظيم، عظيم سيد مبارك، عظيم عظيم يا الله، أنت عظيم عظيم أيضا في محبتك، في تحريرك أيضا في تحريرك، سلامك يا سيد أيضا في سلامك. أشكرك وأعظم اسمك يا من أنت نفسك السلام والتحرير والعدل والاستقامة في كل شيء. يا سيد علمنا، علمنا نكون رسل في عالمنا، ننشر هذا السلام ونصلي لمن هم محتاجين لهالسلام. وأنا بقول لك بالترنيمة اللي جاي، خذني بقرب قلبك، بصلي هالترنيمة بتشفع عن كل إنسان، عن كل طفل بالعالم مش قادر يقول هالكلام أو ما بيعرف يقول هالكلام، وبصلي بالأخص لأطفال غزة اللي عم نسمع إنه عم بيموتوا بالجوع في هالفترة هاي، وكل أطفال العالم، مش مهم الجنسية، مش مهم وين هم موجودين، أنت أحببت الجميع وهمك الجميع وقلبك على الجميع وسلامك وهبته للجميع وتركته لنا يا سيد. يا رب بالنيابة عنهم وأقول لك أنا خذني بقرب قلبك فأعبدك عشان يشوفوا فعلا من مثلك، من مثلك يا سيد، ما فيش مثلك، ما فيش زيك، ما فيش غيرك. أباركك مصلي في اسمك القدوس يا من تسمع الصلاة وتستجيب لك كل المجد والسجود والإكرام يا سيد، والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين يا سيد. أغني من مثلك
من مثلك أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظر حسب وعدك سيدي أعلن بك نصرتي أعلن بك نصرتي أنت ملجئي وأغني من مثلك أغني من مثلك أبي أنت أبي أنت أبي أنت وإلهي صخرة صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة رافع رأسي أنتظر حسب وعدك إذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي أعلن بك نصرتي أنت أنت ملجئي وأغني من مثلك أغني وأغني من مثلك أغني من مثلك مش بس أغني أعلن أشهد أصلي أتصرف من مثلك أخافك من مثلك أرسلك يا رب لكل محتاجينك اليوم يا سيد وإحنا أول المحتاجين أن تكون معنا دايما يا رب اجعلنا اجعلنا مستحقين غير غير فينا وشكلنا يا سيد يا من أنت تحيي يا من أنت ترجع الحياة يا من أنت غسلت أثامنا وغفرت ذنوبنا أنت وحدك كل اليوم معي أنت وحدك جاي أمسك فيك وحدك أنت وحدك قادر تحيي الروح وقادر تشفي جروح يا يسوع وما أكثر الجروح في هالأيام أنت وحدك فوق كل الظروف تطرد كل الخوف يا يسوع أبارك اسمك يا يسوع يا يسوع يا يسوع
اغسل اثامي بدمك، باحي عاري بصليبك، ساتر عيوبي ببرك، شافيني بتعذيبك، غسل اثامي، غسل اثامي بدمك، باحي عاري بصليبك، ساتر عيوبي ببرك، شافيني بتعذيبك. انت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. انت وحدك فوق كل الظروف، بطرد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، حاسس بكل أنادي، فاحص خفايا قلبي، فاهمني أكتر من ذاتي، مختبر حزني وتعبي، حاسس بكل أنادي، فاحص خفايا قلبي، فهمني أكتر من ذاتي، مختبر حزني وتعبي. انت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. انت وحدك فوق كل الظروف، تطرد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، انت وحدك يا يسوع، تفاصيل أيامي ومرتب بالحكمة مصيري، سامعني قبل كلامي وعارف مستقبل تفكيري، شايف تفاصيل أيامي ومرتب بالحكمة مصيري، سامعني قبل كلامي وعارف مستقبل تفكيري. انت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. انت وحدك فوق كل الظروف، تطرد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. قولوا معنا، انت وحدك، اسمعكم، انت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. انت وحدك فوق كل الظروف، وترد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع. انت وحدك، انت وحدك قادر تحيي الروح، قادر تشفي جروح يا يسوع. انت وحدك فوق كل الظروف، تطرد كل الخوف يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع.
يا يسوع. أمين يا سيد. كل طلبة صلاة قالت أمامك، أنت وحدك قادر، أنت وحدك قادر على كل شيء. يا رب أضع كل الطلبات اللي أنت عارفها في قلوب إخواني وإخواتي وقلوبنا كلنا يا سيد اليوم. شفاء لكل مريض وعزاء، لكل محزون وتعبان، وراحة وسند منك يا سيد، وسلام لعالمنا في اسمك القدوس. في اسمك القدوس بصلي، ولك كل المجد يا سيد. أمين. Can we have the Sunday school kids come forward, please? Thank you for coming forward. You know that we're very proud of you, and you are the future of our church. So we ask you to always pray. As we pray for you, you always pray also for your lives and for your loved ones as well. Lord, we thank you. We thank you for our heroes, for Sunday school kids, for this great gift that you've given to each and every family. We ask you to bless them as they go on today and to learn something new. We ask blessing upon their teachers, who are going to teach them something. And we ask you, Lord, to make them happy as they know about you, and to make them aware that they are very fortunate. There are a lot of children their ages in the world who don't even have food. But we thank you, Lord, for you are close to all those who are brokenhearted. And we thank you for our heroes as they thank you for the blessings that you have in their life. We ask you to bless them, to bless their families, and bless this church, that they come to always the house of the Lord, in which they are fed and they are changed, and they learn each and every day something new, to bless your name, to witness about you, and to be real ambassadors for your name in the world. In your name, Lord Jesus, I pray, and I give you all the glory and the honor. Amen. 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 Enjoy your classes. God bless you. Before we do this song, we'd like to collect offering as part of our worship to the Lord. مش عارف ليش بحكي بالانجليزي، لكن يمكن المرض معدي شوي. خلينا نقدم عشورنا وعطايانا للرب، شاكرين نعمه على حياتنا. الدكتور مدحت ينوب عنا ويصلي على العطايا لو سمح. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. يا رب بنقدم ليك الشكر لأنك أنت رب تستحق كل سجود وإكرام ومجد. نشكرك يا رب لأن احنا أولادك، والقليل جدا اللي معانا بندهولك يا رب علشان تستخدموا المجد اسمك يا رب. علمنا يا رب أن احنا نعطيك كل ما عندنا يا رب من وقت وجهد، ونعلن يا رب أنك أنت ملك الملوك ورب الأرباب على الأرض. ساعدنا يا رب عشان نشهد شهادة حية، ونعلن يا رب أن اسمك فوق كل اسم، في اسم المسيح. آمين. يلي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات،
حتى ضعفي وجهل قلبي ما منعش الإحسانات، ما منعش الإحسانات يلي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات، حتى ضعفي وجهل قلبي ما منعش الإحسانات يلي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات، حتى ضعفي وجهل قلبي ما منعش الإحسانات. كل ثانية عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة قلبي غنت بفتكر لك كل خير. كل ثانية عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة قلبي غنت بفتكر لك كل خير. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك كل خير، بفتكر لك. شكرا على إحساناتك يا سيد، إحساناتك تاج وطول على راسي وعلى قلبي، جوهر التاج اللي فوق ده كله موت الصلب ربي، احساناتك تاج وطوق على راسي وعلى قلبي، جوهر التاج اللي فوق كله موت الصلب ربي، اللي خلانا اجي ساجد احمي راسي واقول صغير في الصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير. اللي خلانا اجي ساجد أحمي راسي وأقول صغير في الصليب أنا صرت واجب في المسيح نعم المصير. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك كل خير. أسمعكم بتقولوا لولا مسكت إيدك، لولا مسكت إيدك أنت كنت أضيع ويا اللي ضاع، أنا مش أفضل من اللي خان وأنكر. لولا 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 مسكت إيدك أنت كنت تضيع ويا اللي ضاع، أنا مش أفضل من اللي كان وأنكر واللي ضاع. قلبي مديون لك يا غالي، عمري كله أعيش أسير، نعمتك رأفت في حالي راح تكملت يا غدير. قلبي مديون لك يا غالي، عمري كله أعيش أسير، نعمتك رأفت في حالي وراح تكملت يا غدير. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك،
أبرع جمال من بني البشر، أنت اللي بتنجينا من كل خطر. ما أعظمك، ما أروعك، ما أشبهك، ما أحلاك يا سيد. قولوا معي: الأبرع جمالا من بني البشر، هو اللي بينجينا من كل خطر. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب. ما أجملك، نعم ما أجملك، ما أجملك، نعم ما أجملك. يوم دعوتك، يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي شجعتني. يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي شجعتني. ما أجملك، ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم عني الصديق الحبيب. كل يوم كنت جنبي الطبيب بالمقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب. ما أجملك، نعم ما أجملك، ما أجملك، نعم ما أجمل. ليس مثلك، أسمعكم، ليس مثلك السحاب بمعود، ليس مثلك يا ملكنا، ليس مثلك يا ملكنا، تركب السحاب بمعود. ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم كل يوم كنت جنبي الطبيب بالمقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب. ما أجملك، نعم ما أجملك، ما أجملك، نعم. قل له على الأذرع لك، نعم قل له على الأذرع الأبدية يا سيد. الأذرع الأبدية حملتني بحضنك الدافي، ضميتني على الأذرع الأبدية، حملتني بحضنك الدافي، ضميتني. ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب، ولا يوم غبت عني الصديق. كل يوم كنت جنبي الطبيب، ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب. ما أجملك، نعم ما أجملك، ما أجملك، نعم ما أجملك. كمان مرة أقول له على الأذرع الأبدية حملتني، وتذكر وأنت بتقول وأنت بتقولي كم وكم مرة حملنا، ولسه بيحملنا مبارك اسمه. قليل كتير تسبيحنا، قليل كتير شكرنا، قليل كتير كل شيء بنعمله، لأنه ياما وياما وياما. على الأذرع الأبدية أشكرك وعظم اسمك لحضنك الدافي.
مرة ومرة ومرة أغرو أشكرك 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 ولسه بتحمل وتشيل حضنك الدافي طميتني ما أجملك نعم ما أجملك ما أجملك نعم ما أجمل كل يوم كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيت ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب اشفي يا سيد اشكرك كنت جنبي اشكرك ولا يوم غبت عني الصديق الحميد ما أجملك نعم ما أجملك ما أعظمك يا سيد مستحق يسوع مستحق يسوع زقفي ومستحق الزغروتي ومستحق أي شيء ما أجملك وما أعظمك يا سيد أجمل أجمل بكثير من الصور اللي حاولوا يرسموها لكن خط الصورة اللي بقلبك وبقلبك عن يسوع هي اللي تشهد عنه تعاملاته هي اللي تكون حافز إنه إحنا نشهد عنه وين ما نكون وبارك اسمك وأعظمك يا سيد مع جميع قديسينك بقول لك أشكرك أشكرك ممتنين لوجودك في حياتنا يا سيد ممتنين يا من أنت الطبيب المقيم يا رب لكل مريض محتاج اليوم سندي في اسم الرب يسوع منصلي لكل مرضانا ولكل المجد يا سيد والسجود آمين آمين يا سيد آمين تفضلوا Greetings in Jesus' name. تحية في اسم يسوع. Are you happy to be in church today? مبسوطين تكونوا في الكنيسة النهاردة. Would you rather be somewhere else? كنت تفضلوا تكونوا في مكان آخر. No, this is like Disneyland. It's the happiest place on earth. ده أسعد مكان زي Disneyland. In a conversation I had with Pastor a few weeks ago. He brought up a topic that he wanted me to talk about today. في حديثي مع الأسيس من أسبوع أو أكثر ذكر موضوع حاببني أتكلم عنه. And it's on the subject of the church. والموضوع عن الكنيسة. And so for the last couple of weeks I've been putting some prayer and thought into what I wanted to share with you today. الأسبوعين اللي فاتوا بصلي وبفكر عن إيه اللي شاركوا معاكم به النهاردة. Because there are many different directions that we can take in Scripture to talk about the church. لأن في كذا اتجاه ممكن نتكلم فيه عن الكنيسة. And so as I was praying and just looking through Scripture, I decided that this was the approach that the Holy Spirit wanted me to take. وأنا بصلي وبفكر حسيت إن ده الاتجاه اللي الروح القدس عايزني أتكلم فيه عن الكنيسة. In fact, I even put aside what I was teaching in the English services, and I taught this in there today as well. وفي الواقع إن أنا كمان وقفت اللي كنت بتكلم عنه في الكنيسة الأمريكية الفترة وابتديت أتكلم عن نفس الموضوع اللي هكلمكم فيه النهاردة. And I even loved the message so much. I had our Spanish pastor teach this message. So the entire church gets this today. وانا حبيت الرسالة كتير لدرجة ان الاسيس المكسيكاني بيعلم نفس التعليم الكنيسة كلها بتتعلمه النهاردة. I want to start by reading Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. عايز ابتدي بقراءة من رسالة افسس اصحاح 1
عدد 22 و23 والكلم عن يسوع المسيح وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. In other words, God gave all authority to his son Jesus. وبمعنى آخر الله أعطى كل السلطان لابنه يسوع المسيح. And he is the head over his body, which is us, called the church. وهو رأس الجسد اللي هي الكنيسة اللي احنا أعضاء فيها. That we would bring the fullness of who Jesus is in everything, everywhere. إن احنا لازم نظهر عظمة يسوع في كل مكان. So I want to deal with a couple of misconceptions that I think we as Christians have sometimes. عايز اتعامل مع بعض السوء الفهم اللي عندنا كمسيحيين من فترة لأخرى. That is that Pastor Makram is the church. بنفكر ان الأسيس مكرم هو الكنيسة. Pastor Steve is the church. أو الأسيس ستيف هو الكنيسة. That the elders are the church. أو الشيوخ اللي في الكنيسة هم الكنيسة. That I go to this building, which is the church. أو بروح المبنى ده هو هو ده الكنيسة. And all of those conceptions are wrong. وكل المفاهيم دي غلط. This, in reality, is an old Edwards theater complex. ده كان مكان سينما قبل كده. God enabled us to buy it and renovate it and now it's a place where we call the church. الرب ساعدنا ان احنا نشتريه ونجدده ودلوقتي بقى مكان للعباده ونقدر نسميه الكنيسة. But it's not the church, it's just a building. لكن ما هوش الكنيسه الحقيقيه هو مجرد مبنى. And we put a name on it and we called it the church. وحطينا اسم عليه وسميناه كنيسه. I'm not the church. انا مش الكنيسه. Pastor Makram is not the church. القسيس مكرم ما هوش الكنيسه. Jesus is the leader of the church. يسوع هو قائد الكنيسه. And you are the church. وانتم الكنيسة. And we together are the church. احنا مع بعض كنيسة الله. When most people think of the church, inside the church, and people who don't even go to church, we have preconceived notions of what we think the church is. معظمنا أو معظم الناس في داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة عندهم فكرة معينة عن ما هي الكنيسة عامة. And most people see the church very subjectively. ومعظم الناس بتشوف الكنيسة بنظرتهم الخاصة بمفهومها الخاص. In other words, I view the church based upon my thoughts of who I think about the people who go to that church. وأنا بفهم الكنيسة بحسب مفهومي الشخصي عن الناس اللي بتروح الكنيسة واللي بيحصل في الكنيسة. My thoughts about whether I like the music or not, or maybe if the pastor preaches the way I think he should preach. أو بحسب إذا أنا كنت بحب الموسيقى والترانيم اللي بيلعبوها أو كان بيعجبني الطريقة اللي الأسيس بيخدم بيها فعندي فكرة مخصصة عن ما هي الكنيسة. Maybe their experience is about what I experienced when I went to that particular church. يمكن عندي اختبارات عن المرات اللي رحت فيها الكنيسة دي وتولد عندي شعور خاص من ناحية الكنيسة. And people in the church have their opinions about the church, and people who don't come to church have their opinions about what the church should be. الناس اللي في الكنيسة عندها فكرها الخاص عن ما هي الكنيسة، والناس اللي برا الكنيسة عندها فكرها الخاص ما مفروض تكون عليه الكنيسة. And even we who are the church, our opinions from time to time can be very subjective and opinionated. وحتى احنا كأعضاء الكنيسة مرات كتير أفكارنا بتحتاج تعديل ولنا أفكار خاصة ناحية الكنيسة. And those opinions come from somewhere, and generally it's based upon how we feel or were made to feel or weren't made to feel. وعادة الأفكار دي بتيجي على حسب اختباراتنا إزاي إحنا حسينا وإحنا في الكنيسة أو كنا نتوقع إيه اللي مفروض نحس بيه وإحنا في الكنيسة. And the chances are very good that many people's opinion of the church is not God's opinion of the church. وفي معظم الأحيان إن أفكارنا كبشر عن الكنيسة ما هيش نفس أفكار الرب عن الكنيسة. And what we should do is we should have God's opinion of the church, not our own. واللي مفروض نعمله إن إحنا ما تتولدش أفكارنا الشخصية عن الكنيسة، لكن نفهم ما يقوله الله ما هي الكنيسة.
It should be incumbent upon us to know what God's opinion of the church is. لازم يكون مهم بالنسبة لنا إن إحنا نفهم ما يقوله الله عن ما هي الكنيسة. So I can see marriage like God sees it, family like God sees it, parenting like God sees it. ابتدى أشوف الزواج كما يراه الله والعائلة كما يراها الله وتربية الأطفال كما يراها الله. And I'll even be so bold to say we should see sin like God sees it. وهتجاسر وأقول إن إحنا كمان مفروض نشوف الخطية كما يراها الله. That we can't call out the sins of the world and ignore our own. ما نقدرش نمد أصابعنا على خطايا العالم وننسى خطايانا إحنا ونتجاهلها. Even to most people within the church, we have our opinion of should we go or not go. حتى لمعظم الناس في الكنيسة عندها رأيها الخاص مفروض نروح أو ما نروحش. Some people even within the church who call ourselves Christians, sometimes we can take it or leave it based upon our schedule. ناس كتير من اللي بيعتبروا نفسهم اعضاء في الكنيسه بتعتمد على الظروف ان كانوا ظروفهم تسمح ييجوا او ما يجوش. And so are we supposed to do things the way we see them or do things the way God sees them? السؤال هو هل المفروض احنا نعمل الامور كما نراها بنظرتنا ام كما يراها الله؟ Most people, even within the church, can see the church like a spiritual vending machine. ناس كتير حتى كتير من المؤمنين بيشوفوا الكنيسة كشيء يعطي كمكنة بتعطي منفعة خاصة. I need to have a wedding. How much does it cost? عايز حاجة معينة بشوف بتكلفني قد إيه. We need to have a funeral. How much does it cost? عندي جنازة هتكلفني قد إيه؟ We need to get some counseling. How much does pastor charge? محتاجين إرشاد. الأسيس هيحاسبنا قد إيه؟ We see the church as something that is supposed to serve us. بنشوف الكنيسة كهيئة مفروض تخدمنا وتخدم احتياجاتنا الشخصية. Rather than us serving the church. عن إن إحنا اللي مفروض نخدم الكنيسة. Rather than us being the church family together. غير إننا مفروض نكون إحنا الكنيسة اللي بنخدم بعضنا البعض. When there's a crisis in the world, the church tends to grow. لما بتكون في أزمة في العالم الكنيسة بتنمو عادة. When something isn't going well in your family, you call on the pastor. لما حاجة خطأ بتحصل في العائلة بتتصل بالأسيس. But once the crisis is over, you don't call him anymore. ولما الأزمة بتعدي ما بنتصلش بالأسيس. When 9/11 happened, the church grew exponentially. لما حصلت الأزمة في سبتمبر 11 الكنيسة العدد الحضور اللي فيها نما بطريقة غير طبيعية. People came to get comfort. الناس كانت بتروح عشان تجد تعزية. What should we do? How should we respond? اللي المفروض نعمله ازاي نتجاوب مع الظروف اللي احنا فيها. But as the crisis died down, ولما الأزمة هديت, people didn't keep going to church. الناس بطلت تروح الكنيسة. I'm not talking about non-Christians. أنا مش بتكلم على غير المؤمنين. I'm talking about Christians. أنا بتكلم على المؤمنين. I'm talking about thus those of us who are the church and call ourselves the church. بتكلم علينا احنا المدعوين الكنيسه وبنسمي نفسنا اعضاء في جسد الرب. And this is where we within the church can have our own wrong conceptions about what the church is for. وده اللي بيحصل لان احنا عندنا افكارنا الشخصيه الخاصه عن ما هي الكنيسه وما هي فائده الكنيسه. And it's because we see ourselves as attending church. وبنشوف نفسنا مجرد ان احنا حاضرين الكنيسة. Rather than being the church together. غير اننا مفروض نكون الكنيسة نفسها مش مجرد حضور. Rather than you seeing that you are part of the body of Christ as much as I am
And I have a role to play. أنا فرض نحن نشوف إن أنا عضو في هذه الكنيسة ولي دور بلعبه في هذه الكنيسة. We see ourselves as the church that I attend that meets my needs pretty much, but that's about the extent of my involvement. لكن للأسف بنشوف نفسنا مجرد حاضرين الكنيسة والكنيسة بتقابل بعض الاحتياجات اللي عندي وده كل اللي أنا متدخل فيه مع الكنيسة. So I'm talking about the church. بتكلم على الكنيسة. But for a moment, I'm not talking about the world's viewpoint of the church. I'm talking about our own viewpoint of the church. وأنا مش بتكلم على نظرة العالم للكنيسة. أنا بتكلم على نظرتنا إحنا للكنيسة. I'll get to the world's viewpoint in a moment. هشوف نظرة العالم عن الكنيسة بعد شوية. I am terrible at taking selfie pictures of myself. أنا مش شاطر في أخذ الصور الشخصية بالتليفون بتاعي. And when Dodie and I take pictures together, it never works. ولما بحاول أخذ صور مع أنا ومراتي ما بتشتغل ما بتنفعش. Number one, I'm 6 feet tall, and Dodie's like 5 feet tall. أنا طولي ستة أذرع ومراتي. She's shorter than me. أقصر مني. My arms are longer and her arms are shorter, but she holds the camera, so I'm usually having to duck down or look up or down. لو هي اللي ماسكة الكاميرا لأنها قصيرة أنا لازم أميل عشان أطلع في الصورة. And my daughters tell me, they say, Dad, you are a terrible person who to take pictures. You always get to know up your nose. I don't want to look up your nose at your selfie picture. ولاد على تملي ينتقدوني عن إزاي أنا لما باخد صورة بيكون من أخيري طالع فوق. I'm going to make a point here in a minute. أنا هعمل نقطة في اللي أنا بقوله في هدف فيها. Because most of us are more concerned about our selfie photo than our family photo. معظمنا بيكون اهتمامنا الأكبر عن صورتنا الشخصية عن صورة العائلة ككل. Your selfie photo is not your family photo. صورتك الشخصية ما هيش صورة العائلة بتاعتك. And when you treat your life as a selfie Christian, you don't involve yourself with the family. والتطبيق عن الكنيسة لما بتعتبر نفسك مجرد صورة شخصية ما بتدخلش مع باقي العائلة في نظام العائلة. Like you at Christmas time or Easter time or big birthdays, someone takes a picture of the entire family. زي في مناسبات الأعياد والعيد الميلاد واحد بياخد صورة العائلة كلها. Usually that's my older daughter. عادة دي بنت الكبيرة اللي بتعمل كده. She will pose every one of us. بترتب كل واحد في الصورة مفروض يقف ازاي. Great grandma and great grandma sit in the chairs on the floor. الأجداد يقفوا هنا. حتى دي. Great grandma and great grandpa, they sit on the chairs because they're old, right? They get to sit on the chair. بيقعدوا على الكراسي لأن هم كبار في السن. Everybody else stands behind them on the stairs, graduating just a little bit higher. والكل بعد كده بيترتب حسب طوله وراهم. And she'll set the timer on the camera. وبتحط And before she pushes the button, she makes sure you move over here and you move over there and you put your arms down by your side and give us instructions. وقبل ما تدوس على الزرار بتنرتب كل واحد مفروض يقف فين ويعمل ايه. And then she'll take the picture. وبعدين بتاخد الصورة. And then she'll say, nobody move. تقول ما حدش يتحرك. Because she has to check to see if the picture came out okay. لأنها لازم ترجع تشوف لو الصورة طلعت زي ما هي متوقعة ولا لا. And she'll go back and look at the picture and she said, Grandpa, you had your eyes closed. وبعدين تبص للصورة وتقول جدو أنت كانت عينك مقفولة في الصورة. You need to comb your hair. Go back, comb your hair, and get back into the picture. ولا حد لازم يروح يسرح شعره ويرجع تاني عشان يبقى. Someone wasn't smiling. حد ما كانش بيضحك. Someone was looking down. حد كان. They weren't cooperating. ما كانوش متعاملين متفاعلين مع الصورة. But in the end, we love our family. ولكن في الآخر كلنا بنحب عائلتنا. And that's how we need to view the church. ودي الطريقة اللي مفروض نشوف فيها الكنيسة. None of us are perfect. ما حدش مننا كامل. We can say the wrong thing from time to time. بنقول حاجات غلط من وقت لآخر. But we're the family. لكننا عائلة. And we're the church. وإحنا الكنيسة.
And you need to understand, when you complain about a family member, you're complaining about yourself. ومحتاجين نفهم انك انت لما بتشتكي على عضو في الكنيسة انت بتشتكي على نفسك. Because we're the family. لان احنا كلنا العائلة. We're the body of Christ. احنا جسد الرب. And we are designed for all of us to play a role and make a statement with our faith. والرب صممنا ان احنا كل واحد ليه دور ودورنا بيعلن عن ايماننا في الرب. And when you don't see yourself as a vital part of the body of Christ, you are simply taking a selfie of yourself. ولما ما تقدرش تشوف نفسك انك انت جزء اساسي في جسد الرب كأنك انت بتاخد بس صورة لنفسك وتتجاهل العائلة. Bible tells us in 1 Peter chapter 2 verse 10 that we are his chosen people. الكتاب يقول لنا في رسالة بطرس الأولى أصحاح 2 الذي قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. I'm chosen by God. أنا اخترت ربنا اختارني. You have been chosen by God. أنت اخترت من الله. We are part of God's family, a royal priesthood together. احنا جزء من عائلة الله القديسين. We are God's special possession. نحن ملك خاص للرب. And our design as part of the body of Christ is to give praise to our God. والتصميم اللي حطه فينا ربنا ان احنا نعطي مجد للرب. Who called us out of the world to this amazing thing called the church. اللي دعانا من العالم الى الشيء العظيم الذي يدعى الكنيسة. I don't know how your family operates. It might operate different than my own. يمكن عائلتك بتتصرف بطريقة تختلف عن عائلتي. And I understand that cultures are different. I totally understand and I appreciate those differences. وأنا فاهم إن عاداتنا بتختلف وأنا أقدر الاختلافات في العادات والتقاليد. But the family is designed to work together. لكن العائلة صممت إنها تشتغل مع بعض. When we have our Christmas meal, yes, the women do the cooking because we don't know how to do it. لما بيكون عندنا احتفال الميلاد والستات بتعمل بتطبخ لأنهم هم أشطر مننا في الطبيخ. But we have a role to play in the family gathering. لكن احنا لينا دور بنلعبه في تجمع العائلة. So when we're done eating the meal, each person, male or female, picks up their dishes and takes them into the sink. We don't just let one person do it, we all help. لما بنخلص العشاء كل واحد بياخد الطبق بتاعه ويروح يحطه في الحوض. كل فرد بيشتغل مش بس واحد اللي بيلم ورانا. Yesterday a light went out in Dodie's car. Her turn signal went out. I didn't ask Dodie to go fix it, I fixed it. It's my job. Okay, sorry. You heard me, right? And that's the same thing in this family. نفس الشيء بالنسبة للعائلة بتاعتنا. We're supposed to serve together and help together and be the church together. مفروض نخدم مع بعض ونشتغل مع بعض كعائلة واحدة ككنيسة الله. And our perceptions and conceptions of church are wrong when you think it's for me, Pastor Makram. ومفاهيمنا بتسيطر علينا لما بنعتبر ان الأسيس هو الكنيسة. It's all of us together being the body of Christ. هو كلنا مع بعض جسد الرب كنيسة الله. Operating with the power that the Holy Spirit is designed to give each and every one of us. وبنشتغل تحت قوة وسلطان الروح القدس اللي بيعمل فينا. As God's holy possession. كملك مقدس للرب. When Jesus went into the temple on that last week of his life here on earth, he didn't like what he saw. لما يسوع دخل الهيكل في آخر أسبوع قبل الصليب ما عجبوش اللي بيحصل في الهيكل. Let's read for you, or you can read on the screen, Matthew chapter 21, verses 12 and 13. في متى 21, 12 و13 ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي
بائعة الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. Jesus didn't like what he saw. الرب يسوع ما عجبوش اللي شافه في الهيكل. The temple had become something it was never designed to be. الهيكل أصبح حاجة ما كانش مصمم عليها. And Jesus chased them out and he turned over the tables. He said, this is not what church is supposed to be. ويسوع طرد بائعة الحمام والناس اللي مش مفروض يكونوا قال لهم ده مش مكان الكنيسة مش مفروض تكون عليه. The pulpit is not for politics. المنبر مش للسياسة. The pulpit is not for social causes. ولا في الأهداف الاجتماعية. The pulpit is for preaching the cause of Jesus Christ. المنبر هو لتعليم تعليم يسوع المسيح. It's not a place I come to get entertained. مش مكان أجي أفرفش فيه واتبسط فيه. It's a place I come to worship. مكان أجي أعبد فيه. It's a place I come to read scripture and gain wisdom and find God's purpose for my life. مكان أجي أسمع فيه تعليم الرب وأزداد حكمة وإزاي أتبع خطوات الرب. It's a place where I come to participate and help my church. مكان أجي فيه أندمج وأشتغل وأعطي كجزء من الكنيسة. Because I am the church. لأن أنا الكنيسة. Because you are the church. أنتم الكنيسة. The church is not for the wealthy to financially support. الكنيسة مش بس عشان الأغنياء يعضدوها. The church is for each and every one of us to financially support. الكنيسة كل واحد مننا مفروض يعضد ماديا فيها. And so Jesus turned over the money changers and he cast out the tables because that is not what the church should be. يسوع طرد الصيارفة وبائعة الحمام لأن ده مش مكانهم في الكنيسة. Because many of us live a selfie-driven life only unto ourselves and unto our causes. لأن معظمنا بنفكر بس في نفسنا وفي اهتماماتنا الشخصية. Well, let me give you another example. خليني أديكم مثال آخر. Have you ever gone to an auto show where they have all the new cars that are coming out that year? حد منكم راح معرض عربيات فيه العربيات الجديدة كلها كده مرصوصة ومعروضة قدام الناس؟ Several years ago, Dodie and I were looking for a new car, and we thought, well, rather than going to every car dealership, let's go to the auto show. وكنا بندور من كام سنة على عربية أنا ومراتي وقلنا بدل ما نروح للمعارض كتير نروح معرض واحد عارضين فيه جميع السيارات. So we went to the Chevys and we looked at the Chevys and we didn't like any of the Chevys that particular year. رحنا قسم العربيات الشيفروليه وما عجبتناش حاجة السنة اللي كانت. And then we went over to the Ford section and we didn't particularly like any of the Fords that particular year. ورحنا للمصانع عربيات الفورد برضو ما عجبتناش حاجة فيهم. And so we went to Volkswagen and we went to Jeep. ورحنا للفولكسواجن والعربيات الجيب وبصينا عليهم. And we didn't like any of those either. ما عجبتناش حاجة من دول برضو. So we went over to the Bentley section. رحنا للعربيات البنتلي العربيات الغالية. And I can't afford any of those. And then طبعاً ما كنتش أقدر أدفع حاجة في ثمنهم. And they don't even let you sit in it anyway, so it doesn't matter. ومش يخلو مش محولك تقعد جواها عشان بس تتفرج. So that particular year, we went to the Saab section. We thought, I think I want to get a Saab. ورحنا القسم تاني عربيات اسمها Saab. And we sat in it and we looked at it. We thought, we're going to go find a Saab dealership. I want to get a Saab. وقعدنا فيها واتبسطنا فيها وقلنا هنروح ندور على مكان عربيات بيبيعوا الصاب دي. So before we went there we decided let's go look at the concept cars. وقلنا نروح نشوف ما اعرفش ايه الكونسبت كار دي عربيه. You know what the concept car is, right? I don't. It's a, well, you need to go to an auto show. It's the cars that look like spaceships that they're just dreaming of making someday. عربية خيالية كده يعني يمكن في المستقبل يطلعوها. Man, they're so cool looking. شكلهم جميل. And you open the door and it's like a spaceship. It's I want one of these.
space. وتفتح العربية زي ما تكون مركبة فضائية. مركبة فضائية. Looks really good on the outside. شكلها جميل جدا من برا. And then you open the hood. وبعدين تفتح. And there's no engine in it. ما تلاقيش موتور جوه. There's actually no there's no engine in it. It's just good, but it's good to look at. يا ما فيهاش موتور لكن بس للمنظر للشكل. And that's us. وده بيشبهنا احنا. And if we're not careful, that's our church. لو احنا مش واخدين لبالنا هتصبح دي حالتنا في الكنيسة. We look good on the outside. شكلنا جميل من برا. But there's no power on the inside. لكن ما فيش قوة في الداخل. And if the devil can keep you believing they're the church, you'll have no power on the inside of you either. ولو الشيطان قدر يقنعك إن هم الكنيسة أنت مش هيكون عندك قوة في داخلك أيضا. Because we together are the power of the Holy Spirit in the world. We are the church. لأن إحنا كجسد الرب هو الكنيسة بقوة الروح القدس تعمل فينا جميعا. And we are the power that drives what God does on this earth. We are His voice. We are His hands. وإحنا صوت الله وقوة الله التي تعمل في هذا العالم وإيدين الله التي تعمل في هذا العالم. So I hope to change our concept, our perception a little bit. فأأمل إن إحنا فكرتنا تتغير شوية عن الكنيسة. That the church is not the person in the pulpit. The church is all of us. إن الكنيسة ما هيش الشخص اللي ورا المنبر. الكنيسة هي كلنا جسد الرب. And when we work together, we drive hell out of the church and we bring salvation to the world. ولما نشتغل جميعا مع بعض بقوة الله نطرد الشيطان من الكنيسة ومن العالم أيضا. So Jesus first dealt with his own temple. يسوع تعامل أولا مع الهيكل هيكله. To change their opinion of what it's supposed to be about. حتى ما يغير أفكارهم على ما هو مفروض يكون عليه الهيكل. But then the Apostle Paul comes on the stage. وبعد رب يسوع جه بولس الرسول على الساحة. The Apostle Paul sees the light, the truth of who Jesus is. He was on the outside of the church. وبولس كان الأول قبل الإيمان كان خارج الكنيسة لكن بعد ما جه ابتدى يشوف مفهوم الكنيسة من خلال يسوع. But he heard the message of the church because the church was sharing it. The church was loving. The church was caring. لكن نشارك عن الكنيسة. الكنيسة محبة. الكنيسة تهتم. الكنيسة جسد واحد. And the disciples didn't go, Jesus is the church. The disciples realized, we're now the church. والتلاميذ لاحظوا إن يسوع هو الكنيسة. إحنا كلنا الكنيسة. And that's who we are. وده اللي إحنا مفروض عليه نكون. So I'm just going to reference this story. There's no passages on the screen, but in Acts chapter 19, there's a riot in the city of Ephesus. في أعمال 19 كان فيه زي ثورة أو تجمع في أفسس. The people were angry at the Apostle Paul. كانت غضبانة متمردة على الرسول بولس. Because the city of Ephesus had a lot of different gods and idols in it. لأن مدينة أفسس كانت فيها آلهة وتماثيل كثيرة لآلهة. And there was a man named Demetrius, and Demetrius was the head of the idol-making union. وكان في واحد اسمه ديمتريس هو المسؤول الكبير عن الناس اللي بتعمل التماثيل. And they are all getting wealthy over making silver idols for people to purchase. وكلهم كانوا ربوا ثروة كبيرة من عمل التماثيل وبيعها للناس. And they were very wealthy. وكانوا أغنياء جدا. And they employed a lot of people. وشغلوا ناس كتير تحت إيديهم. And the Apostle Paul was telling the people, as he's preaching now about Jesus out in the world, he's telling them, your idols are not gods at all. وبولس الرسول لما ابتدى يعلم في المدينة كان بيقول لهم إن التماثيل بتاعتكم دي مش آلهة حقيقية. And the people started to believe him. والناس ابتدت تآمن في اللي بيقوله. And the Apostle Paul would say something like, so you've prayed to your silver idol. Has anything ever changed? فبولس الرسول كان يسأل الناس انت صليت للتمثال الفضي اللي عندك. هل في حاجة تغيرت في حياتك؟ And perhaps in that conversation they said, you know, we have been praying quite a while, but you're right, nothing has changed. ويمكن يردوا عليه ويقولوا فعلا احنا بنصلي
للتمثال ده من سنين لكن ما فيش حاجة اتغيرت. So he would point them to Jesus. فيوجههم إلى يسوع. And they started to believe him. ويبتدوا يؤمنوا في يسوع. And many started to follow Paul. وناس كتير ابتدت تتبع. And they stopped buying the silver idols. وبطلوا يشتروا تماثيل الفضة. And so the owners of the idol making companies weren't making as much money. فالناس اللي بتصنع التماثيل ابتدوا يخسروا فلوس. So they got together and they had a big meeting. Demetrius called all together. They had a big meeting of all the idol making companies. فاجتمعوا مع بعض كل تجار تماثيل الآلهة. And he said, these people who call themselves followers of the way. قالوا الناس اللي بيسموا نفسهم أتباع الطريق. They're causing trouble for us. مسببين مشاكل بالنسبة لنا. They're trying to get people to be Christians and not followers of our idols. بيحاولوا يغيروا الناس انها تتبع الههم ويسيبوا التماثيل والالهه بتاعتنا احنا. And they're trying to tell us they're the ones who are right and we're the ones who are wrong. وبيحاولوا يقولوا لنا انهم هم الصح واحنا غلط. And we have to stop them. واحنا لازم نوقفهم عند حدهم. And we have to shut them down. ولازم نقفل التبشير بتاعهم. And Demetrius said, because I am very concerned. وديمتريوس قال ان انا مشغول ومهتم كتير بالموضوع ده. That the temple we have bought built to our great guard to our great goddess Artemis will lose its influence. قال وانا خايف ان المعبد الكبير اللي بنيناه للاله بتاعنا بيفقد قيمته. Because they had completely bought in to the devil's lie. لان الناس ابتدت تصدق التبشير. Romans chapter 1 verse 25 says they traded the truth about God for a lie. الناس في هذا العصر صدقوا الكذب اللي بيقول عنه في روميا 1:25 الذي استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. They worshipped their own created idols as opposed to the one true God. عبدوا الآلهة اللي صنعوها بإيديهم بدل ما أن يعبدوا الإله الحقيقي. And the people in Ephesus rioted against the church. والناس اللي في أفسس تظاهرت ضد الكنيسة وضد التبشير. This morning, when I opened up my phone, I went to a very reputable news station. النهاردة الصبح فتحت التليفون وسمعت على محطة أخبار معروفة. One which many of you may even watch. يمكن معظمكم بتتفرجوا عليها. Here are the headlines in today's news. ودي كانت رؤوس الأخبار في أخبار اليوم. Attacks against churches doubled in 2023. الضرائب على الكنائس تضاعفت في السنة الماضية. And it warns of growing disdain for Christianity. بتشكل خطر الكنيسة. A little farther down, here's what it says. Anti-Christian hostility. الناس اللي ضد الكنيسة. Is reaching unprecedented levels. وصلت إلى حد أقصى. In American culture. في العادات الأمريكية. And in American government. وفي الحكومة الأمريكية. الناس اللي ضد الكنيسة بتزداد عددها في أمريكا وفي الحكومة الأمريكية. These are today's headlines. دي أخبار اليوم. Why? ليه؟ Because just like in Ephesus, we're speaking against their idols. زي ما كان بيحصل في أفسس احنا بنتكلم ضد الآلهة بتاعتهم التماثيل بتاعتهم. Because just like in Ephesus, we're saying Jesus is the way, the truth and the life. زي ما بولس كان بيعلم في أفسس يسوع هو الطريق والحق والحياة. And we're speaking against their created idols. وبنتكلم ضد المعبودات بتاعتهم. But all we're trying to do is bring them a living Jesus to their dying world. ان كل اللي بنعمله ان احنا نحضر يسوع الى عالم يحتضر. All we're trying to do is to get some babies a chance to have life. كل اللي بنعمله بنحاول ان ندي فرصه للاطفال انها لا تجهض.
All we're trying to do is to get you to understand what God says about the world. نعمله ان احنا نجيب نعرفكم مفهوم الله عن العالم. I'm trying to help you not have a disease that you have to take medicine for the rest of your life just so that you don't hurt somebody else. I'm just trying to bring you a loving Jesus. انا بحاول اجيب لك محبة يسوع عشان ما تصابش بمرض محتاج تتعالج فيه طول عمرك عشان ما تعديش حد تاني زي معاك. But when the word bumps up against their self-created idols, the result is what happened in Ephesus. ولما كلماتنا بتختبط مع آلهتهم المصنوعة بإيديهم بيحصل اللي حصل في أفسس. And so let me give you some hope this morning. خليني أديكم أمل في هذا الصباح. Because we can read this and become extremely discouraged. لأن ممكن نقرأ الأخبار دي ونحس بفشل كبير. Or we can read this and say something completely different. أو ممكن نقراها ونشعر بشيء يختلف. It is time for us to be the church. حان الوقت اللي احنا نصبح فيه الكنيسة الحقيقية. It is time for us to play a bigger role. حان الوقت اللي احنا نلعب فيه الدور الأكبر لينا. And let me give you some other encouraging words. وخليني أديكم تشجيع آخر. In the United States today, there are 50,000 more churches than there was in 2020. في الولايات المتحدة الأمريكية في 50,000 كنيسة زيادة عن اللي كانت في 2020. Why? ليه؟ Because Jesus said, "I will build my church." لأن يسوع قال أنا أبني كنيستي. And the gates of hell will not prevail against it. وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. And we will have victory. Come on, church. وسيكون لنا النصرة. When we are the church together. لما نكون الكنيسة مع بعض. When it's not a bunch of different families taking your own selfie. مش لما كل واحد يهتم بس بمصلحته الشخصية. But it's a bunch of families being the body of Christ together. لكن كعائلات نشتغل معا ونعمل معا لمجد الله ومجد يسوع. And nothing will stop the body of Christ. وما فيش حاجة تقدر توقف جسد الرب. Can you say amen with me? تقول أمين معايا. Let's be the body that God has called us to be together. خلينا نكون جسد الرب اللي الرب دعانا أن نكون عليه. And we can change the world. ونقدر نغير العالم. In Jesus' name. في اسم يسوع. Amen. أمين. Amen. Amen. God bless you. الرب يبارككم. أمين. الرب ساعدنا فعلا نكون الكنيسة الحقيقية وأعضاء في الكنيسة الحقيقية. يا كنيسة افرحي جاي المسيح وصهري ونوري وانشري واحكي عنه. أخوي سامي ساعدني بالترنيمة لو سمح. Thank you.
حياتنا عايشينها للمدى نستنى يجي بنوره ويملانا والأيام كلها هو معنا والمسيح يجي لقلبنا يودينا الكنيسة افرحي جاي المسيح والصليب والمسيح على السحر جاي لنا يا كنيسة افرحي جاي المسيح الصليب نوري بالمصابيح والمسيح الفرح طوب التسبيح والمسيح على السحر جاي والمسيح عالسحاب جاي لنا